مغاربة يجدون صعوبة في الاقتراض من البنوك. أدت جائحة كورونا إلى ارتفاع شكاوي المواطنين في المغرب وازدياد طلبات الوساطة المرتبطة بشروط منح القروض من قبل المصارف وتحصيل الديون المستحقة. ويؤكد المختصون أن قدرة الأسر على الوفاء بما في ذمتها للمصاريف تبقى رهن خروج الاقتصاد من حالة عدم اليقين التي تفرضها الجائحة وسط تداعيات قاسية طاولت سوق العمل وإنتاجية الشركات. ولاحظت هبة الزهوري مديرة الإشراف المصرفي في بنك المغرب أن 42% من شكاوي عملاء المصاريف في عمل جائحة لها علاقة بشروط الاقتراض، ويشكل ذلك تحولا كبيرا فرضه فيروس كورونا، على اعتبار أن الشكاوي في العام الذي سبق الأزمة الصحية كانت بغالبيتها مرتبطة بالحسابات المصرفية.